وللحديث عن تداعيات اقتحام أنصار الصدر للبرلمان ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي، وعبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. لعل البداية تكون معك أستاذ مجاهد، يعني بعد أن فعلها الصدر وأنصار تياره واقتحموا البرلمان، يجدر السؤال هنا عن تبعات الحدث، كيف سيؤثر على المشهد السياسي في العراق وأنت تعلم أن المشهد متوتر في الأساس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك الكريم. أهلا بك. طبعا بعد توصيات قاآني بأن وتحذيره من أي تصعيد بين القوى الشيعية، حجم من تطور هذا التصعيد إلى صدامات مسلحة أو الذهاب بعيدا إلى ما وصفوه إلى ما لا تحمد عقباه. المشهد السياسي متوتر هو أساسا، لكن قوة اليوم بيان السيادة أيضا رفض حضور الجلسة بالتنسيق مع ربما مع الكردستاني، أيضا سيتضح الموقف من هذا في هذا السياق. الصدر هنا أيضا طالب السيادة باحترام موقف الصدر. الصدر هدف الصدر الأساسي من كل هذا الحراك هو يريد تشكيل نوع من المرجعية السياسية التي لا تقل أهمية عن المرجعية الدينية. الصدر هنا يريد أن يكون هو ربان السفينة وبوصلة القوى الشيعية، لذلك أي مسار بعيد عن توصيات الصدر أو إرضاؤه على الأقل لن يمر. لذلك الصدر من خلال اقتحام البرلمان من قبل أتباعه يريد إيصال رسالة بأنه له القدرة على وضع العصي في عجلة أي تقدم بالنسبة لقوى الإطار والذهاب وتجاهل مطالب و اعتراضات التيار الصدري على سواء محمد الشيع السوداني أو غيره من الشخصيات. نعم، ابقى معي سيد مجاهد. إليك الآن السؤال أستاذ عبد الله سلمان ضيفي من كوبنهاغن، يعني هذا على المستوى العام وما تفضل به ضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ مجاهد الطائي، لكن على مستوى تشكيل الحكومة أستاذ عبد الله، كيف ترى تأثير اقتحام البرلمان على تشكيل الحكومة المقبلة، مع العلم أن السوداني صرح بأنه متمسك بالترشيح كما تعلم؟ تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. الاقتحام السلس الذي قامت به مجموعات الصدر، هذا الاقتحام ليس الأول كما ذكر تقريركم، والاقتحام الثاني. الاقتحام الأول كان موجعا ومؤلما لثوار تشرين، وكان التفاف ومؤامرة كبيرة صدر على ثوار تشرين الذين أكدوا أن ضرورة الدخول إلى المنطقة الخضراء وإقامة تغيير جذري. لكن هذا الاقتحام السلس الذي قام به الصدر خالي وفارغ أي مضمون وطني يحمله، مجرد استعراض قوة أنه أنا لازلت وأنا الذي أسير الأمور، وهو له تصريحات عديدة متلفزة وفي تغريدات مكتوبة على أن العملية السياسية وتشكيلات الحكومة لا تمر إلا بموافقته، وهو صمام الأمان بهذه العملية الفاسدة. فيعني لا يشكل الصدر إلا سوى مساحة من السوء الزيادة. أما رفضه لمحمد الشيع الصدر السوداني، الصدر يعرف تماما كما العراقيين يعرفون أيضا أن محمد الشيع السوداني ليس إلا واجها للمالكي، ويعرف تماما الصدر أنه لو جاء محمد الشيع السوداني إلى رئاسته، بمعنى أن المالكي هو الذي يحكم وعدوه اللدود، واليوم هذه المنافسة ما بين الصدر والمالكي تقود الصراع داخل الإطار وما بينهم. هذه الإشكالية الكبيرة التي في المشهد السياسي العراقي اليوم. في ظل ما حدث الأربعاء سيد مجاهد والفوضى التي تبعتها من انسحاب للقوات الأمنية التي تحمي البرلمان، إذا كان ما ورد في تسريبات المالكي من عدم التعويل على القوات الأمنية قد تحقق على الأرض، هل هذا يعني أن المالكي قد يسارع في المرحلة المقبلة بتأسيس الميليشيات التي وعد بتأسيسها من خلال التسريبات التي انتشرت؟ نعم طبعا، يعني السياق الذي أنشئت من خلاله الميليشيات منذ عام 2004 إلى الآن كان سياقا طائفيا بالدرجة الأساس، لكن بعد تراجع
معظم القوى السنية التي كانت ترغب ب يعني فرض إرادتها و يعني تريد أن تطبق مفهوم الشراكة في الحكم إلى المشاركة في السلطة، تراجع الحس الطائفي ولم تعد هناك قوة حقيقية تواجه أي رغبات أو مصالح من قبل القوى الشيعية أو تعترض عليها. لذلك لم يعد هناك من القوى السنية أي اعتراض على أي رغبات ومصالح القوى الشيعية بالتفرد بالحكم. هذا السياق جعل الميليشيات هذه تذهب باتجاه تأسيس أو تخلق تحالفات حزبية أو مصلحية أو سلطوية أو عشائرية. هنا في هذا السياق المالكي يسعى وقد تحدث في التسريبات عن تأسيسه لمجاميع يبحث في المرحلة المقبلة عن غطاء لها. لذلك هذا الغطاء لا أعتقد أنه من السهل الحصول عليه، لكن هو يريد خلق نوع من التحالفات أو التفاهمات ما بين القوى السياسية والميليشيات من جهة، وما بين القاعدة الاجتماعية، ليخلق نوع من القاعدة الصلبة تواجه طموحات الصدر الذي يرغب ب يعني تأسيس مرجعية سياسية داخل البيت الشيعي. لذلك هو يسعى في هذا السياق مساعي معينة، لكن من الصعب تحقيقها. لكن جميع هذه الميليشيات هي أساسا أجزاء في أحزاب، وأجزاء في عشائر، وأجزاء في الدولة. لذلك يعني قد يخلق منافذ لهذه الميليشيات فيما لو وصل الأمر إلى حالة الصدام المسلح، أو حالة من انعدام الثقة بالأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على وضع حد فاصل بين الأطراف المتصارعة. أستاذ عبد الله، لكن أيضا السؤال الأهم الآن، أين الطرف الثالث الذي كان دائما ما يقتل متظاهري ثورة تشرين في كل تظاهراتهم؟ لماذا لم يظهر هذا الطرف الثالث في تظاهرات أنصار التيار الصدري، ولم نجده كذلك في اقتحام البرلمان الذي حدث مؤخرا؟ ثورة تشرين كانت لها غاية واضحة ويعرفها العراقيين، هي هدفها التغيير الجذري، التغيير الجذري ما لإسقاط العملية السياسية الفاسدة التي جاءت بالفقر والبؤس وتردي الصحة إلى الشعب العراقي، وتقسيم الشعب العراقي على أساس مكونات وتقاسم الخيرات فيما بين هذه المكونات. أراد ثورة تشرين إسقاط هذه العملية السياسية، فقامت أطراف العملية السياسية، الميليشيات والمخابرات والأمن الوطني، بمحاولات خلق ما يسمى الطرف الثالث. نعم. الحقيقة لا يوجد طرف ثالث نهائيا، الطرف الثاني هو الطرف المقابل، هم الفساد والميليشيات والنظام السياسي والعملية السياسية، كانت كلها بطرف، وثورة تشرين بطرف. القناص من طرف السلطة، والقاتل من الميليشيات، والقبعات الزرق من جماعة الصدر. فاليوم الطرف الثالث المفترض كان يسمى الطرف الثالث هو المتصارع اليوم فيما بينه، المتصارعين هم الطرف الثالث. لذلك لا تجد هناك طرف ثالث يؤذي، دخل كأنه داخلين إلى مسرحية، قطعوا تذاكر وخرجوا من البرلمان. هذه الدخول السهل البسيط بدون أذى، بالتأكيد لأن الطرف الثالث هو المتصارع فيما بينهم. وثوار تشرين غير موجودين الآن على الساحة، ولا يكون أي قوة سياسية حتى يقوموا بعملية طرف ثالث، أو ليس هناك قوة أخرى تكون مسيطرة أو أقوى من الميليشيات حتى تكون طرف ثالث. الطرف الثالث الآن هو الذي يتصارع فيما بينه، لذلك لا يوجد هناك طرف ثالث في عملية اقتحام الصدر. معي سيد عبد الله، سأعود إليك بسؤال جديد. يعني كما يتهمه الإطار التنسيقي أستاذ مجاهد، هل تورط الكاظمي فعلا بسحب القوات الأمنية؟ وهل استبعاده دور في اتخاذ القرار؟ ما يعني أنه كان يعول على فكرة أن يستمر في منصبه. طبعا هناك تفاهمات ما بين الكاظمي من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، هذه التفاهمات لم تولد الآن، هذه التفاهمات منذ تسلمه رئاسة الوزراء. يعني كان هناك حزب كان يطمح لأن يدخل في انتخابات، حزب المرحلة، لكن وفق تفاهمات معينة تم التراجع عن الدخول في الانتخابات، واعتبر الكاظمي وفق اتفاق معين هو مرشح، أحد المرشحين التيار الصدري.
لكن هذه القوات الأمنية الممسكة للخضراء هي أساساً قوة تابعة للأحزاب السياسية المتصارعة، فمن المستحيل أن تواجه هذه الأطراف. يعني شاهدنا سابقاً اقتحام للتيار الصدري أيضاً للخضراء، اقتحام أنصار الحشد والذهاب للسفارة الأمريكية أيضاً قبل عامين. لذلك هذه المفارز الأمنية لا تستطيع مواجهة المتظاهرين، خاصة إن لو كان هؤلاء المتظاهرون مرتبطون بميليشيات مسلحة. نعم. بمعنى أن قوة الردع لهذه القوة السياسية التي تقتحم متوفرة، لذلك تخشى هذه المفارز الأمنية من الدخول إلى الخضراء. طبعا ما يفسر أيضا أن هناك تفاهمات وتنسيق ما بين الحكومة، حكومة الكاظمي والتيار الصدري، يعني في أثناء ما كان أنصار التيار الصدري يلتقطون الصور في داخل البرلمان، كان الكاظمي نفسه يلتقط الصور في أحد أسواق الرمادي في أقصى غرب العراق. بمعنى أن هذا الحدث المهم واقتحام مؤسسة تشريعية هل يدفع بالقائد العام للقوات المسلحة وأعلى سلطة تنفيذية في البلاد إلى تجاهل الموضوع والذهاب إلى أقصى غرب العراق؟ نعم. يعني هناك نوع يشير لك بأن هناك نوع من التفاهم ما بين الأطراف. أما مسألة أن حماية المؤسسات الدستورية، الجميع ينتهك الدستور، الجميع ينتهك المؤسسات، الجميع ينتهك القانون، لذلك هذه المعايير غير متوفرة في العراق. نعم. إنما فقط تستخدم بسياق سياسي لتسقيط طرف أو الهجوم على الخصوم. أستاذ عبد الله، يعني إكمالا على ما ذكره أستاذ مجاهد ضيفي بالاستوديو هنا، يعني الحديث ما زال متواصلا عن الكاظمي. يعني في بيانه دعا الكاظمي القوى السياسية إلى عدم إسقاط الأزمات السياسية على حكومته، ماذا أراد الكاظمي من هذا البيان؟ ولماذا يحاول أن يتنصل من المسؤولية؟ الكاظمي كما عودنا في تصريحاته منذ قدومه إلى السلطة إلى اليوم هو تسويق وهم وإخراج كل الأمور عن مسارها. الأزمة العراقية ليس وليدة الصدفة اليوم، وليس إسقاط مشاكل الشعب على هذه الحكومة. الأزمة الحقيقية هي موجودة في أس النظام السياسي الموجود في العراق. أما يريد أن يحاول هو الرجل أصلاً يعني غير مؤهل لأن يقاوم هذه القوى السياسية، هو أضعف من أن يقف موقف إلى جانب طرف ما من هذه الصراعات. لذلك يحاول بكل الوسائل إبعاد المسؤولية عن نفسه من هذا الإطار، من هذه المشاكل السياسية التي تحدث ما بين الطرفين. هو عارف نفسه أنه لا يستطيع مواجهة أي طرف ولا يستطيع أن يقف بطرف جهة طرف آخر. فالرجل هو رجل ضعيف غير قادر على المبادرة وغير قادر على تقديم شيء للشعب العراقي. ونحن نعرف يعني هو جاء وفق توافقات بالالتفاف على ثورة تشرين، وساهم هو بتسويق الوهم على الشعب العراقي في كثير من شعاراته وسلوكه السياسي منذ مجيئه إلى الحكم إلى اليوم وما قبله كذلك. طبعا يا أستاذ عبد الله سأعود إليك بسؤال أخير مجددا إليك أستاذ مجاهد. يعني ذكرت في البداية أن قاني كان له دور في يعني الأحداث الأخيرة. أمس وصل قاني إلى بغداد كما تعلم، وكان وصوله بتزامن مع اقتحام أنصار الصدر للبرلمان. هل يستطيع قاني، السؤال هنا، هل يستطيع فعلا قاني أن يحجم الصراع بين وكلاء إيران ومنع الاقتتال بينهم حفاظا على نفوذ طهران داخل العراق؟ هل هو قادر على ذلك؟ طبعا بعد استهداف يعني أبو مهدي المهندس وسليماني تراجع كثير من القدرة الإيرانية على جمع هذه الأطراف والخروج بمبادرة أو الخروج بحل يرضي جميع الأطراف أو يعني يدفع الكثير من القوى إلى الرضا بالقرار الإيراني. قاني رجل ضعيف لكن لا تزال لديه القدرة على رسم بعض الخطوط العريضة، وتحديدا هنا الاقتتال الشيعي. يعني الأمن القومي الإيراني ينظر إلى أمن العراق في هذه المرحلة كنظرة
تكتيكية مهمة في هذا التوقيت. لماذا؟ لأن هناك مفاوضات تجري ما بين السعودية وإيران برعاية عراقية، وملف المفاوضات النووية الذي تعتبر المفاوضات السعودية الإيرانية جزءا منه لكن خارج طاولة فيينا. لذلك هنا من الضروري بقاء الكاظمي، من الضروري الحفاظ على الاستقرار، لأن أي توتر داخلي من الممكن أن يتأثر أو يؤثر على سياق ومجريات تلك المفاوضات. إلى الآن إيران لا تريد أن تربك الوضع العراقي. كان العراق فترات طويلة ورقة من أوراق المفاوضات النووية، أمن العراق هو ورقة من المفاوضات. لذلك قاني اليوم يرفض التصعيد، يريد تحجيم الصراع ووضع له أطر من أجل البقاء، على الأقل بقاء الوضع الراهن والحفاظ على المصالح، لأن أي تصعيد من الممكن أن يعرض المصالح الإيرانية للخطر. لكن يبقى قاني محدود القدرات، محدود الاحترام من قبل الأطراف والقوى والميليشيات الشيعية التي غالبا ما تفكر بالتمرد على القرار الإيراني فيما لو تعرضت مصالحها للخطر. وهناك أمثلة كثيرة على تمرد هذه الميليشيات على القرار الإيراني. لذلك هو قدراته محدودة في هذا السياق، لكن في النهاية الجميع لا يريد الذهاب إلى صدام مسلح، لأن الصدام المسلح يعني حرب مفتوحة. أستاذ عبد الله، صحيفة ذا ناشونال في تقرير لها تقول إن الطريق أمام الأحزاب السياسية في العراق بات مسدودا. هل العنف أصبح سيد الموقف بعد أن حمل قادة العملية السياسية السلاح بوجه بعضهم بعضا؟ الموقف السياسي في العراق متوقع جدا، بعد لأنه أساس المشكلة هو موجود لا يجرى التقرب إليه. هذه هي المشكلة في العراق الحقيقة. الدستور الذي رفع الهوية الوطنية عن التكتلات السياسية وجعلها إلى مكونات، هذه المكونات تتصارع اليوم على هوية فرعية لكل منهم. فداخل كل كتلة تجد اليوم تأخذ كل مكون حددها الدستور، تجد هناك صراع على هوية فرعية لهم. اليوم الصراع في العراق يحدد ما بين المالكي وما بين الصدر، وصراع داخل الكتل الأخرى للاستفراد. المسعود يريد يكون هو القائد للمكون الكردي، وغيره يريد أن يكون هو المكون السني، وكذلك المكون الشيعي حسب توصيفاته. طبعا هذا ليس هو الوصف الحقيقي للشعب العراقي، هذا وصف الدستور. فبالتأكيد هذه الأزمات تتراكم ولا يمكن أن تجد حل في ظل هذه الاستمرار العملية السياسية. فالأزمة دستور وأزمة تشكيلة سياسية موجودة في العراق لا يمكن حلها إلا بحل هذه الدستور. لا محمد الشاع السوداني ولا تغيير انتخابات جديدة، كل هذا وصل الأمر إلى طريق مسدود، لأنه الفشل سيخلق الأزمات ولا يمكن للفشل يحقق نجاح في يوم من الأيام. الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان كنت معنا عبر سكايب من كوبنهاغن، شكرا جزيلا لك. إليك بسؤال أخير أستاذ مجاهد، بعد أن هدد التيار الصدري باقتحام جديد للبرلمان، يتوعد أو كان هناك تلميحات باحتمالية القيام به السبت المقبل، هل ترى أن استباق مجلس القضاء والرئاسة والدعوة للحوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، هل ترى أن مثل هذه الدعوات ممكن أن تلقى آذانا مصغية من الطرفين؟ طبعا بالنسبة لي سواء الرئاسة وبرئاسة برهم صالح أو القضاء، الصدر لديه موقف منهما. قبل أيام تحدث اتهم الصدر برهم صالح بأنه رفض التوقيع على قانون التطبيع، وبالتالي هو نوع من الاستهداف وعدم التجديد له في رئاسة الجمهورية. القضاء أيضا، رئاسة القضاء كان هناك قرارات سابقة جميعها اصطدمت بالتحالف الثلاثي وعرقلت تحركاته، ك رفض ترشيح هوشيار زيباري واتهامه بالفساد، سواء بإعادة تبرئة العيساوي وعلي حاتم، مما شكل ضربة أيضا للتحالف الثلاثي خاصة في الأنبار برئاسة
لتحديدا تحالف السيادة بقيادة الخنجر والحلبوسي، فشكل وجودهم في الأنبار نوع من الاستهداف المبطن. أيضا إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، جميع هذه القرارات شكلت نوع من الصدام ما بين التحالف الثلاثي والقضاء. لذلك هذه المبادرات لا أعتقد أن الصدر سيستجيب لها، لكن من الممكن كون برهم صالح هو جزء من اليكتي واليكتي جزء من الإطار، أو هناك تفاهمات بينهما، والقضاء قراراته تعتبر في النهاية صبت بصالح الإطار، فهذه الدعوات قد تبدو في الظاهر أنها يعني مقدمة من الإطار، لكن لا يعني لا أعتقد أن الصدر سيستجيب لها وسيذهب بهذا الاتجاه، لأنه هناك نوع من انعدام الثقة، وطموحه أكبر من أن يكون طرفا بوساطة القضاء والرئاسة، هو يريد أن يكون مرجعا سياسيا للقوى الشيعية وبالتالي القوى العراقية ككل. الكاتب والباحث السياسي أستاذ مجاهد الطائي، شكرا جزيلا لك. شكرا.